أم هلا رح نروح لفقرة الطقس لنتعرف على أحوال الطقس يا هايدي؟ أكيد يا ليلى، صار معنا عبر اتصال هاتفي المتنبئ الجوي أستاذ حسان الجردي لحتى نتعرف على أحوال الطقس. صباح الخير أستاذ. صباح الخيرات، يسعد صباحك يا هلا. استاذ حسان الجردي، خبرنا اكثر كيف عم تكون احوال الطقس. الاجواء عم تكون نوعا ما مناسبه ومساعده ايضا للصائمين خلال شهر رمضان، لكن نحن هلا بمنخفض جوي، هيدا المنخفض لايمتى رح يستمر وكيف عم تكون الاجواء بشكل عام، درجات الحراره بمحافظتنا السوريه؟ تكرم عينك. هلا بدايه جديد صباح الخير لك لزميلتك الاخباريه السوريه. بشكل عام الاجواء، حاله عدم الاستقرار والمنخفض الجوي اللي كنا عم نتاثر فيه مستمر باجزاء من البلاد. امبارح كان في هطولات بمناطق متفرقه، اكبر كميه هطول كانت بمنطقه صافيطه بمحافظه طرطوس بلغت 20 ملم، بمركز محافظه طرطوس 2 ملم، بالمنطقه الوسطى بحمص 3 ملم بالسلميه 1، منطقة الجزيرة بالقامشلي تقريبا 3.5 ملم، بأجزاء من المنطقة الشمالية بجرابلس تقريبا 1 ملم. الهطولات كانت هطولات خفيفة ببعض المناطق على شكل زخات متفرقة من المطر. بشكل عام عم تضعف الفاعلية وحالات الانقشاع موجودة، ونحن لسنا تحت تأثير امتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي عم يترافق بتيارات جنوبية غربية بطبقات الجو العليا. بشكل عام اليوم الحرارة عم تضل أدنى من المعدل من 2 إلى 4 درجات مئوية ضمن سلسلة الانخفاضات اللي تأثرت فيها المنطقة. الحرارة بتضل اليوم أقل من المعدل من 2 إلى 4 درجات مئوية، والجو غائم جزئيا بشكل عام. فرصة الهطول موجودة على شكل زخات خفيفة من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد. الرياح عم تكون غربية لشمالية غربية خلال ساعات النهار، عم تتحول بالليل إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة مع هبات نشطة عم تتجاوز ال 45 كيلومتر بالساعة، والبحر خفيف لمتوسط ارتفاع. بشكل عام نهار بكره الاجواء رح تضل غائمه جزئيا، ولكن رح تزداد كميه الغيوم ورح تغطي السماء بكميات متفاوته من السحب على ارتفاعات مختلفه. بتكون الفرصه ان شاء الله جيده لهطل زخات من المطر تحديدا بالمناطق الجنوبيه والجنوبيه الشرقيه، ودرجات الحراره ادنى من معدلاتها بشكل عام. حاله عدم الاستقرار رح تكون معنا مستمره لليوم الاثنين والثلاثاء. هطولات يوم الاثنين رح تكون جيده ان شاء الله بالساحل السوري، والثلاثاء رح تكون الهطولات على شكل زخات متفرقه بمناطق متفرقه من البلاد، وباغلب الاحيان عم تكون الهطولات مترافقه بالعواصف الرعديه وحبات البارد، وبتتميز بالغزاره. نهار بكره رح تكون غزيره بالجنوب وبالجنوب الشرقي. الاستقرار رح نشاهده اعتبارا من يوم الخميس والاربعاء والخميس، ارتفاع بدرجات الحراره، حراره رح تكون اعلى من المعدل نهار الخميس باذن الله، تقريبا من 4 إلى 7 درجات مئوية بأغلب المناطق والمدن السورية. أجواء بين الصحوي والغائمة جزئيا، أجواء ربيعية رح تكون مستقرة دافئة نهاية هذا الأسبوع. حالة عدم الاستقرار رح تظل مستمرة معنا رغم الانقشاعات اللي عم تكون موجودة خلال فترة تأثرنا بحالة بالهطولات المطرية والأجواء الغير مستقرة. ترجع عنا الهطولات رح تكون على شكل زخات خفيفة نهار الجمعة، يعني الاستقرار عم يكون استقرار بسيط وضعيف خلال هذه الفترة. ونحن بداية فصل الربيع، أجواء غير مستقرة، أجواء وهطولات مطرية عم تكون موجودة هي سيدة الموقف بأغلب المناطق والمدن السورية، ولكن رغم هذه الهطولات عم يكون عندنا انقشاعات بالحالة الجوية، ورح نشاهد أفضل هذه الانقشاعات رح تكون إن شاء الله تعالى هي نهار الأربعاء والخميس بحرارات أعلى من المعدل مثل ما ذكرت. واليوم رح يكون في انقشاعات مع الرغم من أنه في فرصة لهطولات خفيفة من المطر. درجات الحرارة المتوقعة بتأمن العاصمة دمشق لليوم 16.7 القنيطرة، 11.5 القلمون، المرتفعات الجبلية 7.2، درعا 16.7، السويداء 13.4، المنطقة الوسطى 15.5، حماة 18.6، حسكة منطقة الجزيرة 15.6. تمام أستاذ حسان، سريعا هل رح يكون هيدا آخر منخفض لعشاق الصيف بما أنه نحن مقربين على التوقيت الصيفي والأجواء الربيعية؟ لا هذا مو هذا اخر منخفض، رح نشهد لسه منخفضات ثانيه باذن الله تعالى تقريبا ببدايه شهر نيسان ان شاء الله. نحن دائما رح يكون عندنا التغيرات بهذا الفصل، فصل الربيع التغيرات بتكون سريعه، ولكن ان شاء الله لربما يكون في عندنا منخفض ايضا ببدايه شهر نيسان، متوسط الفعاليه رح يكون باذن الله تعالى. بالختام بدنا نشكرك كثير المتنبئ الجوي حسان الجردي.